قربات الانطلاقه قربات كل شيء في نقطه الانطلاقه الله يخليكم كل شيء في نقطه الانطلاقه كنطلب من كل المتسابقين يجيو لنقطه الانطلاقه في الكنيسه سيدي علي واللي هو الراعي الرسمي للماراثون الإقليمي يسلم الكأس وهدية شركة كريستيان لاي للرتبة الثالثة الرتبة الثانية ويسلم الجائزة الرتبة الثانية عادت للبطلة صاحبة الصدرية رقم 19 ملك عقودة ويسلم الجائزة السيد رئيس المجلس البلدي للمهدية دائما ميدالية والكأس السيد رئيس وجائزة شركة كريستيان لاي إذن هنيئا للبطل المحتل للرتبة الثانية والرتبة الأولى سعيد صوت الرتبة الأولى عادت للبطلة عمراني عزيزة صاحبة صدرية 683 ويسلم الجائزة السيد ممثل رئيس الجهة ورئيس بلدية دار القداري إذن من صنف الإناث إلى صنف الذكور إذن صنف الذكور الرتبة الأولى عادت للبطل كريستي عزيز 952 وبتوقيت 33 دقيقة 31 ثانية الرتبة الثانية عادت للبطل صاحب الصدرية رقم 1605 دردار أيوب ب 34 دقيقة والرتبة الثالثة عادت للبطل أخنسة حميد صاحب صدرية 1223 وبتوقيت 34 دقيقة و17 ثانية إذن جائزة الرتبة الثالثة هذه فيك ولا تحدي خديتو باش أنني نبين بلي الإنسان يقدر يدير أي حاجة بالذات ديالو
اسمعين اسمعين الاسبوع الماضي كنت قلت لي راه غادي نجي ولكن كنت خايف لا يبقاو يضحكوا عليك يقولوا لك هذا راه حماق في الطريق هكذا قلتي لي بهذه الجمله ياك كيفاش انت ملي كنتي جاي شنو كيفاش حسيتي في الطريق؟ الدراري الحمد لله كاملين حتى واحد الا الناس اللي كانوا غادي في الطوموبيلاتهم الدراري كاملين ما ضحكوش عليك الا البنات البنات هما اللي ضحكوا عليك البنات ما وصلوش اذا هنيئا لاسماعيل وهنيئا لكم جميعا بنجاح النسخه الاولى من سباق ويسلم الجائزة السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. إذن سي جمال بالنيابة على السيد مدير إذن الكاتب العام للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يسلم الميدالية والكأس لإسماعيل وهو اللي دار تحدي اليوم ديال 10 كيلومتر و600 وجا بالوراء إلى شاطئ المهدية.